دير النتيجه 2-2، 2-0 كان نادي القنيطري غادي 3 نقاط. انا نشوف واحد اللقطه اقسم بالله العظيم الى واحد العصاب، كنشوف واحد اللعاب هذاك الدري هذاك الشيبي باقي صغير لعب بحال القنيطره 2-0، شديتي الكره قدام اللعابه ديال اكادير وتتوقف على الكره زعما شحال رابح مع من لاعب شحال لعبتي كاع، عيب وعار دير بحال هذاك الاسلوب تستصغر من الخصم ديالك. شنو غير شنو 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 فين وصلت ديك زعما بحال درتيها انت رابح ب 2-0 3-0 الدقيقه 90 وبقات دقيقه ديال الوقت ضيع ودرتي بحال هكاك ومحتفل ياك طلعتي فوق منها واحتفلتي ودرتي دوك الحوايج. اخويا ترى ما كوره با والو، هادي الاحتفال راه ماشي حتى الهدف اللي تسجل اللي سجلتي راه هدف راك شي كيفاش، خلينا الله يرضي عليك الكره راه ماشي هي هادي انك تستصغر من الخصم. غدا غدا تبغي تلعب فيه تلعب معاه فرقه ويقدر يهدفك هو يقول لي ما داك راه داروا داروا ما عقلوش عليك، هذه ماشي هي كره القدم. وهذا التهور ديالك راه هو اللي باش ولات اكادير متعادله معاكم حتى الدقيقه الاخيره. علاش؟ هذه راه اخطاء واستهتار، استهتار بقميص النادي القنيطري، النادي صاحب تاريخ العريق، صاحب احسن هداف والهداف التاريخي البطوله الوطنيه السي البوساتي وخليفه والبوحياوي والسحاسح واحد العداد والطواهريه الله يرضي عليك، خاص تعرفوا بان تصحبوا راسكم جيتوا انتم راه واقيلا انتم هما احسن مكان في هذا الكو. لا اولدي راه كانوا العلماء كيلعبوا في هذيك الفرقه، خاص بنادم يتعلم فين ما وصلتي خاصك تبقى ديما تتعلم. لا انا كنقول لك النقد ديال الاخوه، انا ما ما ما, 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 ما لان انا واحد ديك الوقيته ملي درتي هكاك وليت كنقول واشو دابا شنو لاعبين في الزنقه، ماشي عيب دابا شي واحد كتفرجوا الناس من برا واحد وقف على الكره، عرفتي شي واحد كيوقف كيدير ديك اللعبه وكيراوغ بها وكيمشي، انت درتيها وقفتي وبغيتي تراوغ كنتي غطيح، يعني اصلا انت ما مستعدش ديك المراوغه ما كتخونهاش باش دير ديك الحركه، فلي حيد داك الشيء ولعب ولدي ستريكت ومعقول وان شاء الله راك ظاهر ايمن لا باس بك، ممكن انك تصلح نفسك مع الوقت وتكون في المستوى الكبير. نعم وتكون عندك طموح الوصول الى المنتخب الوطني المحلي ومن بعد ان شاء الله المنتخب، هذا هو الطموح ماشي الطموح ان نربح مباراه صافي حتى لا، الا ربحتي مباراه باقي قدامك مباريات مباريات ومباريات، ممكن انك تكون عندك طموح ان الفريق ديالك ما يعانيش هذيك المعاناه. وفي نفس الشيء كنبغي نهني حسين اكادير فريق الروح الرياضيه ديالو، فريق من هزم بهدف الى صفر بقى حتى اخر لحظه تسجل، ولكن لا ننسى التغييرات ديال السكيتيوي سكيتيوي من المدربين المقتدرين البارزين والمرموقين في البطوله الوطنيه، ومدرب المحترم قليل الكلام ولكن الرجل كيشتغل، اي فريق تيمشي ليه تيطبع فيه البصمه ديالو الى جانب العامري وواحد العدد ديال المدربين. اذا فريق تكسبت الجديه في هذا بطبيعه الحال، لان فريق حسن اكادير في الرتبه الاخيره ب 13 نقطه انت رابع خويا رشيد، هما رابحين 2-0 بديتي كتفلى ولاو مندمين متعادلين معاك وكانوا كان قراب الحسنيه من 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 من, من الفوز. هادشي شنو داروا؟ دارتو ديك التفليه انه كان بامكان الفريق انه يبقى منتصر. الكاك وما ادراك ما الكاك صاحبي، قسما بالله كنت تفرج في النادي القنيطري قسما بالله كان كيجيو هنا لكازا كيمرمدوا الرجاء والوداد، كانوا فراقيل ديال في المستوى الكبير. هادشي شنو هما شو اللعابه اللي دوزوا كلهم لعبوا في المنتخب، خليفه بوحياوي البوساتي الهداف ديال التاريخي ديال البطوله الوطنيه اللي باقي حتى شي واحد ما حط من الرقم القياسي ديالو ديال الاهداف 24 هدف، والطواهريه وزيدوا احنا واحد العدد استسمح الى نسيت بزاف، يعني واحد العدد كبير ديال اللعابه. يجب على اللاعبين حتى هما يحترموا التاريخ ديال النادي، ما تصحبوش ان تقول لا النادي راه واقيلا راه لا سيدي راه عنده تاريخ، راه انت راه واحد انت واحد شي حاجه بسيطه واحد اللؤلؤه بسيطه، انا كبر بك نقول لك انتم لآلئ بسيطه وسط واحد دياموندات كبار ديال النادي القنيطري لعابه الرجال، فريق اللي كنوجه له التحيه وصراحه اتاسف لما آلت اليه الاوضاع داخل النادي القنيطري، صراحه فريق اللي ما يستحقش هادشي اللي واقع عليه، وتحيه كبيره للحسن اكادير والمدرب عبد الهادي السكيتيوي اللي عرف كيفاش انه يرجع في النتيجه وبالتغييرات ديالو ملي دخل سفيان طلال. سفيان طلال كان صاحب التمريره ديال الهدف وكان صاحب الهدف بالضربه الراسيه، فهنيئا للحسن اكادير وحذاري ثم حذاري، لان بعض العناصر لا تعرف
قيمة الأندية التي تلعب لها ولا تعرف قيمة الفرصة اللي تعطاتها باش تلعب في عدد كبير من الأندية. شحال من لعاب جا لعب في الوداد والرجاء وما طولش ومشى وندم ولا كيلعب في الهواد دابا. علاش ديك المعقول ديالو في التدريب والجدية وممكن ما عارفش قيمة ديال الفريق اللي هو كينتمي ليه. فراه خاص كل واحد يعرف أن راه ماشي هو اللي كبير، راه ما كتسوى والو بدون النادي ديالك. ربما ناخذ امثله كبيره من الانديه، لانه كاينين اللعابه اللي صراحه كتشوفوا دابا واقسم بالله تشوف اللعابه كيحضر راسه، لعابه كبار. انا شفت في الجزار ديال الماس قسما بالله العظيم السيد حشمان مني، انا غادي بغي نعنقو السيد الحشام كثره الحياه والسيد الهزاز، تلاقيت معاهم وخليفه اقدك حامليه هذيك الالمان في 86، لعابه كانت الرجله وكان النفس. فلا الانسان خصو يرجع شويه للتاريخ ويبحث في التاريخ ديال الانديه اللي هو كينتمي لها. ما عرفش انا علاقه بالجماليه ديال مثلا ديال المباراه ملي كتكون حركات فنيه وحركه زعما اللاعب بيني وبينك تعطي اضافه. اشنا هي الجماليه في المراوغه؟ الجماليه في المراوغه جميله وتعطيك تكمل النتيجه، نراوغ ونكمل. الا بغيت ندير واحد المراوغه لنفريد كاع جاتني التسطيع، عاد كتجي واحد الحاله ديال التسطيع ديال الكره ديال الكويريه كيبغي يديرو، كانت كديرها واحد الوقت الرجاء والله اعلم كنت كنديرها حتى انايا ملي كنكونوا لاعبين شي ماتش صدون كنبغي ننشط الجمهور، كنكون حدا الكورنير ديال الخصم باش حتى الا ضاعت كاين واحد المسافه طويله كاين وسط الميدان والدفاع اللي ممكن يغطي عليا في حالتي الا مشات ليا وما كانتش بجد الله كتمشي. كنت كنديرها وفي نفس الوقت محتاط ان نقدر نضيع فيها صحابي. نتمنى ان شاء الله ان حتى المستوى ديال اللعابه هو يتطور ويرقى المستوى الكبير ديال الاحتراف معنى الكلمه.